السلام عليكم صحباتي الزوينات والميمات الحبيبات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم الفيديو وتكونوا في احسن حال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، واليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا المرجان وغادي نشارك معكم تخفيضات رائعه لا بالنسبه للمنظمات ولا الزرابي ولا الرفوف ولا حتى الحقائب المدرسيه. مهم غادي يكون فيديو فيه بزاف ديال الحوايج كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وبالخصوص داكشي ديال التخفيضات. يعني بصراحة أهم حاجة كتكون في مرجان هما التخفيضات، هما اللي كنعرفو نبغيو نعرفو يعني تقبل ما نمشيو بحال هكا شنو هما الحوايج اللي عندهم فيهم تخفيضات. فأنا حاولت في هذا الفيديو هذا نركز ليكم فقط على الحوايج اللي دايرين فيهم تخفيضات. غادي نبداو بهاد المنظمة الرائعة اللي كتكون من أربع طبقات، كتنظمي فيها بحال هكا يا الأحذية وكل حاجة، وكتحطيها في البلاصة ديالها، كتجي منظمة وزوينة أحسن من يبقاو محطوطين كاملين في يعني غير محطوط شي فوق شي. فهاد المنظم هذا الرائع اللي كتكون من اربع طبقات، وكاين حتى هاد الشكل هذا اللي كيتكون يعني حتى هو من اربع طبقات، غير هو كاين ب يعني مسدود بحال هكا، ممكن تدخلوا سبيبطات وداكشي وكتسدوا عليهم. فهداك داير 300 درهم، اما الاول هو اللي فيه التخفيضات داير 89 درهم كيف ما شفتوا. وكاين حتى هاد المنظم هذا اللي كتنظمي فيه بحال هكا الملابس ديالك، كيبقاو معلقين يعني بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ما عندوش بحال هكا فين انك تعلق الحوايج ديالك. فالحوايج صراحه ملي كيكونوا معلقين كيكونوا يعني منظمين اكثر، وحتى في اللبسه كيجيو زوينين، يعني كيكونوا كيبقاو مصلوحين مقادين مصوبين. وكنحاول هنا البنات اي حاجه شاركتها معكم كذلك نصور لكم حتى الثمن ديالها باش كتاخذوا فكره اكثر واكثر على الاثمنه وعلى الموديلات اللي كاينين. كاين هذا الكرسي هذا اللي كيبقى الثمن ديالو 345 درهم، كيف كتلاحظوا راه دايرين الثمن الاول كيف شنو اللي كان، والثمن الثاني بشحال ولا دابا ملي داروا لهم التخفيضات. فما تشوفوا البنات بحال هكا تيكيتا حمراء، فهذا كيكون فيهم تخفيضات. غادي ندوزوا لهاد هاد الزرابي هادو. مهم البنات كاين واحد الشكل على شكل زربيه، يعني دايرينهم على شكل موكب بحال هكا وزوينين. كاينين اللي بحال هكا شويه خفاف عاديين، كاينين بزاف الاشكال وبزاف الموديلات. فهنا كنحاول نشوفهم كيف دايرين حتى من الشكل ديال الظهر ديالهم من القدام. واحد الموديل غادي نشاركو معكم دابا بالنسبه ديال المطبخ، كديروهم بحال هكا في المطبخ. الثمن ديالهم البنات مزيان، ولكن كنظن انهم ماركه مزيانه يعني على شكل موكب، لان البنات صراحه شي هذوك الاخرين اللي كيتباعوا مهم بثمن اقل، فهذوك راه غير كتصبنيهم فحال كيبداو يتفرتو ما كيبقاوش زوينين، ما كيبقاش الشكل ديالهم زوين. فهادو بانوا لي البنات زوينين بزاف صراحه، اللي بغى ياخذهم ياخذ بحال هادو، فكيبان بحال شكل موكيط يعني، واخا تصبنيه ويبقى عندك مده طويله، تقدري كتزيدي ديك 20 درهم 30 درهم وكتبقى عندك الحاجه لمده اطول. ولكن تاخذي شي حاجه قل في الثمن فخا كتصبني كتحسي بهم بحال كيبداو يعني بحال كيترخاو، ما كيبقاش داكشي زوين، كيبدا يطيح منه داكشي من الظهر ديالو. وبالنسبه لهادو فحتى هما شاركتهم معكم. بالنسبه لهادو البنات صراحه كيعجبني فيهم اللون الابيض، اللون الابيض ما كاينش بالمره وغلاط ورطبين بزاف. شوفوا معايا البنات هاد يعني هاد الطابيه هذه الثمن ديالها بقات ب 21 درهم. المهم كاين بزاف، بغيتي في الكري في الباج في المارو في البوردو في البيستاش، مهم في الزيتي يعني في الصفر، بزاف الاشكال بغيتيها مخلطه سامبل جوج الوان. مهم يعني صراحه لو كنتو بغيتو فحال هادو راه كاين فاش تختاروا يعني موديلات مختلفه ومتنوعه. شوفوا معايا البنات هاد الطابيه هادي اللي كنديروها بحال هكا في المطبخ كتكون طويله، هادي هي اللي قلت لكم على شكل موكب زوينه. شوفوا الثمن ديالها بشحال 119 درهم، كتاخديها غير بوحديتها، عاد لو بغيتي تاخدي الصغيره ثاني بوحدها، ولكن البنات زوينه. شوفوا شحال ديال العبار اللي فيها، ولكن التوب ديالها وداكشي على شكل موكب يعني زوينه احسن من هذيك الاخرين صراحه. كيف قلت لكم راه ممكن تزيدوا 20 درهم حتى 30 درهم وغتاخذوا شي حاجه اللي زوينه اللي غتبقى عندكم دائما، لان اهم حاجه هو ناخذوا شي حاجه اللي كتكون زوينه اللي من بعد واخا نصبنوها واخا يعني حتى داكشي كيبغي يتصبن شحال من مره ما غاديش تخسر، يعني غتبقى دائما في هذاك الشكل في هذاك يعني في هذاك الشكل ديالها يعني كتبقى مزيانه. كاين هذا الشكل، المهم كاين سامبل كاين خطوطه كاين بزاف ديال الانواع والاشكال. غادي ندوزو لهاد المنظم هذا اللي كيجي على هاد الشكل هذا، كتنظمي فيه شامبوان بحال هكا في الحمام،
والصابونه انتما كتحطوا بالنسبه لهذا المنت كيلصق بلا ما تحتاجوا انكم تحفروا ليه، يعني كيلصق مزيان. دايرين فيه التخفيض، دايرين ليه 39 درهم كيف كتلاحظوا. كاين هذا الشكل، هذا ديال لينوكس، كيجي على هذا الشكل. هذا ديال لينوكس كيكونوا زايدين شويه، ماشي في حد الشكل ديال بلاستيك. وهذا ب 59 درهم. كاين هذا المنظم، هذا اللي تنظمي فيه بحال هكا الفوطات في الحمام، يعني كيف كتلاحظ البنات نتوما صنداله يعني اللي غادي تدخلوا بها. كتبقى صراحه البنات راه هاد المنظمات شي حاجه روعه كينظموا لك المكان اكثر، لا سواء المنظمات ديال المطبخ او ديال الحمام او ديال بحال الشكل المنظم الاول اللي شاركته معكم ديال الاحذيه، يعني منظمات اللي زوينين بزاف. بالنسبه لهاد المنظمات هادو حتى هما كتنظمي فيهم شحال من حاجه، كاينين ديال الثلاجه وكاينين ديال الفلاكار، المهم كديري فيهم شحال من حاجه وحاجه. كاين هاد المنظم هذا اللي كتنظمي فيه بحال هكا المعالق، فرشيطات، اي حاجه كتنظميها فيه. صراحه البنات شي دابا هادشي كيبان غير شي حاجه، ولكن فعلا ملي كتنظمي به المطبخ ديالك او البيت ديالك فكيتعطى ليه واحد الجماليه اكثر، وكيكون كلشي منظم وكل حاجه في البلاصه ديالها. وغادي ندوزو هنايا الجهه ديال الكسران، حتى هما دايرين فيهم كسرونات مقالي، دايرين فيهم حتى هما تخفيضات. كاين اللي على هذا الشكل، هذا وهذا اللون النحاسي، كتجي مقلب هذا الشكل الصراحه زوينه وغارقه شويه، ممكن تستغليها الحشوات بحال هكا وداكشي اللي كتبغي مقلب الصراحه بحال هذه مجميعه من التحت، وفي نفس الوقت غارقه كتجي فيها الحشوه في الطياب ديالها زوينه، وكيبقى داكشي مجموع. هادو دايرين 39 درهم. وكاينين هاد المقلات هادو بثلاثه، هادو ديال الطيفال شي حاجه اللي كتكون حتى هي البنات زوينه، وثلاثه بغيتي الصغيره المعيه الكبيره. هادو الثمن ديالهم 99 درهم، كانوا ب 129 ولاو ب 99، بحال هذيك نقصوا ديك 30 درهم اللي تنقصات في هادو، وزوينين. انا باش كيعجبك البنات واخا هكاك راه كيجيبوا شي حاجه كتكون كاليتي وكتكون ماركه زوينه. حتى داكشي ديال بيم حتى هو كيكون زوين، ماشي حتى داكشي ديال بيم كيتحط مره كل يعني كل اسبوع كتكون حاجه، حتى هو كيكون داكشي ديالها زوين. وبالنسبه لهاد المقالي هذه ففيهم الالوان، فيهم البوردو، فيهم النحاسي. المهم هنا كنحاول نشارك معكم الالوان كاملين، والثمن ديالهم 99 درهم عوض 150 درهم. وكاينين هاد الكسارن هادو اللي كيتكونوا من 5 قطع كيف كتلاحظوا، يعني 5 من الصغير حتى الكبير. كاين في هاد اللون هذا وكاين اللون الكري، المهم فيهم جوج الالوان هادو. هادو كانوا دايرين 259 درهم، ودابا ولاو ب 209 درهم، نقصوا فيهم 50 درهم. البنات بحال هكا اللي باغاهم فهذه هي الفرصه تمشي وتاخديهم، ناقصين فيهم 50 درهم. ولكن البنات شي حاجه زوينه، انا كنحاول نبين لكم يعني كسرونه وحده تشوفوها كيف دايره من الداخل، المنظار ديالها كتجي على هذا الشكل. كتجي على هذا الشكل هذا، وحتى الشكل ديالهم البنات من الداخل ماشي لينوكس، لينوكس يعني من بعد واخا هكا كتكرفسي شويه لا لصقت فيهم شي حاجه كتبقاي تحكي. هادو لا، هادو باش كيعجبك يعني من الداخل ديالهم ما كتلصق فيهم حتى حاجه وكيتغسلوا بكل سهوله. غير هو حاجه وحده البنات، وياكم وياكم تغسلوهم بشي حاجه اللي تكون بحال هكا حرشه، وكذلك ما تحركوهمش بالمعلقه او فورشيط او بحال هكا اللي تكونوا ديال الحديد، يعني خدموا بديال العود باش يبقى لكم الكسارن المقالي يبقى لكم كلشي زوين. فخاصكم تخدموا بداكشي ديال العود، يعني الا بغيتوا تحركوا البنات بمعلقه ديال العود فما عمرهم يخسروا لكم، دائما يبقاو هما هما. ولكن الا حركتوهم مجرد ما تحركوهم بمعلقه تكون ديال الحديد، هذيك راه غادي تخسرهم، يعني ما غيبقاوش عندكم زوينين. وكاينين هذا الشكل هذا، ودايرين وحده يعني صغيره لداخل كتبقى غاتوي، يعني الا خديتي وحده كبيره. وكاين البنات اللي بغيتو حتى طبقات، حتى هما غنوريهم لكم دابا، يعني ها هما البنات اللي بغيتو يعني اكثر من ثلاثه بحال هكا من الكبير حتى الصغير، وعاد وحده لداخل دايرينها يعني غاتوي كيف كتلاحظوا. بالنسبه للوحده دايره ب 35 درهم، وبالنسبه لهادو اللي ثلاثه دايرين ثمن اكثر. كاينين حتى هاد البلاطوات هادو اللي في اللون الوردي وكذلك في اللون الابيض، فيهم بزاف ديال القياسات، يعني فيهم من القياس الصغير حتى الكبير. وحتى الثمن ديالهم ثمن اللي مناسب وصحاح البنات، شي حاجه اللي زوينه.
يعني واخا بلاستيك واقفين البنات زوينين، ديري ليهم 39 درهم، عوض 49 درهم. متوفرين جوج الالوان، ولكن اغلب اللون اللي بقى متوفر بزاف هو اللون الوردي، حتى الابيض حتى هو كاين، غير هو ماشي بكميه كبيره بحال الورد، بحال اللون اللي في الصراحه. الصراحه البنات بالنسبه لي انا يعجبني اللون الابيض، وليت كنحماق على اللون الابيض في اي حاجه، في اي حاجه، في المطبخ، في الصباغه مثلا ديال الحيط. يعني صراحه الصراحه البنات راه ما كاين ما احسن من اللون الابيض، هو اللي كيبقى دائما زوين، دائما كيبقى عاجبك. اما الالوان دغيا كيطلعوا في الراس، يعني دغيا ما كيبقاوش وما كيفتحوش حتى البلاصه. يعني اي شو ولا لاحظتوا معايا بعض المرات كيكون شي بيت مثلا بحال هكا غير صغير، ولا صبغتيه في البيض كيبان لك اتساع فيه اكثر واكثر، اما الا صبغتيه بشي لون مغلوق فكيغمق ديك البلاصه وكذلك تولي تبان لك غير صغير. فهادشي علاش دائما اللون الابيض هو احسن لون في اي حاجه، بالنسبه للمطبخ، بالنسبه للاواني، بالنسبه لاي حاجه كيبقى زوين. كاينين هاد لي مول هادو اللي على شكل اوفال، كيجوج هما جوج بحال هكا، وكاينين حتى هاد الشكل هذا، حتى هما كيمشيو بحال هكا جوج. هادو الثمن ديالهم 95 درهم عوض 115 درهم، كنظن كانوا في الاول 115. حتى هما دايرين فيهم تخفيضات، كيف قلت لكم في هاد الفيديو حاولت انني نركز لكم غير على الحوايج اللي فيهم تخفيضات وهما اللي نشاركوا معكم. بصراحه مرجان كيف ما عارفين راه كبير بزاف بزاف، ولا بغيت نصور زعما كل شيء، ولكن قلت نركز على الحوايج اللي فيهم تخفيضات باش حتى نتوما متاكده غادي ينالوا الاعجابكم تخفيضات اكثر. واللي بغى يجي بحال هكا واش راك تعرفوا بالضبط شنو هما الحوايج اللي دايرين فيهم تخفيضات في هاد الوقيته هادي. بالنسبه لهاد الليمون هادو كيف كتلاحظوا 11 درهم كل حاجه وشحال الثمن ديالها، ولكن البنات راه ثقال وزوينين، ماشي هادوك اللي خفاف راه كيبقى راه كتبقى البنات حتى في الجوده، راه حتى الجوده الا كانت حاجه زوينه راه ماشي بحال الشكل كتكون شي حاجه ناقصه في الثمن، كتكون ناقصه شويه في الكاليتي، ولكن الا كانت زايده شويه في الثمن كتكون زايده. وانسان في هذا الشيء ياخذ دائما الحاجه اللي كتكون زوينه واللي غتبقى لكم دائما. غادي ندوزو هنايا شكل بحال هكا ديال المدرسه. بالنسبه لهادو البنات دايرين فيهم تخفيض ب 39 درهم، كيجيو خفاف بحال هكا وزوينين. غادي نحاول نبين لكم الالوان اللي فيها كاملين وحتى الشكل ديالهم والمنظار ديالهم كيف دايره. كاين حتى هاد الشكل هذا اللي في الزيتي، هذا الشكل في الصراحه عجبني على الاخرين، ولكن هما دوك ثلاثه موديلات اخرين داري فيهم تخفيض، وهذا اللي في الزيتي لا، هذاك ما دايرينش فيه التخفيض. شوفوا معايا البنات الشكل ديالها من القدام كيف داير، وحتى من الظهر ديالها يعني كتجي على هذا الشكل هذا. كنحاول نقرب لكم كل شيء وتشوفوا كل شيء. وكاين هذا الشكل هذا حتى هو اللي قلت لكم عجبني، شوفوا الشكل ديالو من القدام كيف داير، فيه هذه السنيسه بحال هكا لتحت وفيه الفوق، وكذلك فيه الشكل ديال الظهر ديالو كيجي على هذا الشكل هذا، هذا ما بين الزيتي واللون الاسود. هذا كيبقى الثمن ديالها 69 درهم. والاخرين هما اللي دايرين فيهم التخفيض كيبقاو 59 درهم. كاينين بزاف د الموديلات البنات ديال الحقائب المدرسيه، راه كاين واحد الموديلات اللي كثار كثار صراحه، الا بغيتو غير تخيروا فيهم غادي يعجبوكم وغتلقاو فاش تخيروا. كاين بزاف ديال الموديلات وشاركت معكم هنا نيت كل حاجه والثمن ديالها، بالنسبه للبنوتات، بالنسبه للولاد، يعني اي كل حاجه والثمن ديالها وكل حاجه والشكل ديالها. عفتر البنات تشوفوا معايا، تشوفوا واحد يعني واحد الشكاره ديال الاولاد صارعينها صارعينها لدرجه كبيره كبيره، يعني تخواتي ديك الرسمه اللي دايرين ليها القدام راه ديال التخوات، يعني كتلمع كتلمع خطيره صراحه. وكنشوفت البنات غير الكرتونه ديالها اللي مديوره بحال هكا اللي بغى يديها كادو اللي مديوره فيها، زعما شي حاجه اللي زوينه شاركتها معكم حتى هي. كاين هاد الشكل هذا او هاد الموديل صحاحه البنات هادو واعرين، يبقاو عندك ماشي غير عام، يبقاو عندك يعني تصبنيها وخدمي بها وعاودي خدمي بها، الصراحه واعرين واعرين. كانوا كيجيبوهم حتى بيم، انا نيت كنا خديناها من بيم، وصدقوا يا البنات فنين فنين زعما الصراحه. غير هما ملي خديناهم من بيم كانوا دايرين 300 درهم، كيف قلت لكم حتى بيم كيجيبوا شي تخفيضات وشي عروض كيكونوا واعرين. نفسها البنات تماما كانوا جابوها بيم.
شوفوا الظهر ديالها كيف داير كيف داير، شوفوا البنات التفاصيل ديالها الصغيره والكبيره مخدومه باتقان، وكتبقى عندك مده طويله. صبني ويخدم بها ولدك ولا بنتك، وعاودي صبنيها وعاودي يخدم بها، يعني كتبقى زعما الصراحه هاد الشكل هذا كيبقى. شوف كيفاش دايره من التحت، حتى هما دايرين فيها تخفيضات، المهم في هذا اللون هذا وفيها الالوان الاخرى. راه حطيت لكم البنات الثمن ديالها، تو صورته لكم. كاينين هاد الحقائب هادو اللي بهذا الشكل هذا، هادو ديال البنات. المهم انا صورت لكم كل شيء بنات ولاد باش تاخذوا فكره على كل حاجه والموديل والثمن، شنو اللي خارج اللي خارج، يعني من هنا كتشوف اللي بغيتي وشنو اللي لا بالنسبه للالوان لا بالنسبه للشكل لا بالنسبه للثمن، يعني كل شيء شاركته معكم البنات. بالنسبه لهذه كتبقى ب 189 درهم، كتجي على هذا الشكل هذا. كاين هذا الموديل هذا ديال الاولاد، كيف كتلاحظوا معايا البنات، عفوا يعني بعض الموديلات دايره لكم فيهم بحال هكا تخفيضات، وبعض الموديلات لا، يعني دايره لهم الثمن نطالع. لكن بحال هذا الشكل هذا اللي كيبغي يزوق بحال هكا الحائط ديال بنتك الحائط، المهم هما عباره على فراشات بحال هكا، الا بغيتي تعلقيهم فشي حيط بحال هكا كيبقى الشكل ديالهم زوين. كنت نشاركهم معكم حتى نتوما تشوفوهم. كاين ديكورات راه كاين داكشي بزاف بزاف، وكذلك دايرين تخفيضات كيف كتلاحظوا، حتى في ستيلو في قلم بزاف ديال الاشكال، خصوصا داكشي ديال بيك صراحه بيك احسن السيلوات اللي كنخدموا بهم هما ديال بيك. اللون ديالهم سبحان الله في الكتبه كيكون زوين، بالخصوص الوليدات اللي يلاه كيبغوا يتعلموا، يعني بيك يساعدهم بزاف، وبالخصوص اللون ديالو كيكون زوين. هذه هي البنات، هذه هي الشكاره اللي قلت لكم واعره كتبان خطيره الصراحه، لو تشوفوها حتى مباشره راه الشكل ديالها كاين مع شي حاجه زوينه بزاف. واللي قلت لكم اكثر ها نتوما البنات دايرينها في البواطه اللي بغيت ديها كادو، واللي يعني شوفوا كيفاش الشكل ديالها، دايرينها بحال شكل لعبه. كاين هذا اللون هذا اللي في اللون الازرق، المهم كاينين بزاف الاشكال. ها نتوما البنات هذا راه شكل واحد اخر ثاني، ديري ليها 299 درهم، كانت بحال كانت ب 400 درهم وداروا ليها 300 درهم، نقصوا فيها 100 درهم. شوفوا الشكل ديالها البنات كيفاش داير، يعني كتبان لكم ديك الرسمه القداميه شي حاجه اللي زوينه. كاينين ثاني حتى هادو، حاولت يعني نشارك معكم بزاف ديال الاشكال والانواع، واختصرت في نفس الوقت. راه كاين اكثر من هذا الشيء البنات في مرجان، ولكن ركزت اكثر كيف قلت لكم على الحوايج اللي فيهم تخفيضات. كاين هذا الشكل هذا، كاين هذا الشكل، المهم اشكال مختلفه ومتنوعه. ملي غادي تجي وتبغي تشريو غادي تحيروا. بالنسبه لهادو دايرين ليهم 250 درهم، ديك الدرهم كتكون ناقصه زعما 249، ولكن راه مهم كتسمى بحال 250. كاين هذا الشكل هذا ديال بنيتات ديال الاولاد، مهم بزاف الاشكال. شوفوا معايا الدار ديالها كيف داير، كاينه في اللون الموف. شوفوا معايا البنات الجرار ديالتها يعني كيف دايره، حتى كتجيو كتقلبوا روسكم الحاجه كتعرفوا اشنو كتاخذوا، يعني شي حاجه اللي كتكون زوينه صراحه زوينين وتصح تصح البنات، يعني كاين شي حاجه اللي كتكون صراحه زوينه وكيكون حتى داكشي صحيح، يعني حاجه اللي غادي تخدمي بها وتبقى عندك. شحال من مره بحال هكا كناخذوا شي شكل كيكونوا ماشي زعما كاع داكشي اللي ناقص في الثمن كيكون ناقص في الكاليتي، ولكن ما كيبقوش عندك مده طويله، يعني كي قالا كدوزي بها كاع خرج واحد 4 شهور ديال المدرسه دي وجيب صافي كتبقى تقطع الشركات، يعني صافي ما بقاتش صالحه. فهادشي علاش لو كان بحال هكا من الاول الانسان ياخذ شي حاجه اللي زوينه اللي تبقى مده طويله، وخصوصا البنات هذيك اللي ركزت لكم عليها راه تبقى عندكم يعني ما عرفت شحال من عام، تقدري من بعد ديريها كاع بحال تجمعي فيها حوايجك اللي كنتي مسافره، كيجمعوا شي حاجه واعره صراحه. ديك الساعه بيمكن دار 300 درهم، ولكن في مرجان واقيلا ب 400 ولا ما عرفتش. المهم حتى داكشي ديال بيم تور كيكون زوين وكيكون فيه تخفيضات لدرجه كبيره، داكشي اللي كيكون كل جمعه راه كيكونوا فيه تخفيضات واعرين، زعما شي حاجه اللي كتكون صراحه الكاليتي ديالها شي حاجه اللي زوينه، الجوده والاتقان، وكذلك الثمن كيكون ناقص بزاف.
مهم خليت لكم هاد الشكير، هادو غادي يبقاو هما اخر حاجه في هاد الفيديو. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم ونكون شرحت لكم داكشي مزيان، راه تشوفوا بعويناتكم اكثر. ولكن بغيت نقربكم من هاد الموديلات ومن الجديد ومن كذلك بالخصوص التخفيضات ديال مرجان ديال هاد الوقيته هادي. وما تنسونيش البنات الله يحفظكم من البارطاج ديالكم مع اصدقائكم وعائلاتكم باش تعم الفائده وياخذوا حتى هما فكره، وزيدوا تشجعوني وتحفزوني نبقى دائما نجيب لكم كل ما هو جديد كل ما هو متميز. خليت لكم الراحه يا اجمل اروع متتبعات. بالسلام عليكم، تنتلقاو ان شاء الله مع فيديو جديد، وكملوا الفيديو حتى النهايه.